شاركت دولة الإمارات بجناح وطني كبير ضم أكثر من 15 من كبريات الشركات الإماراتية المتخصصة في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن الأكبر في العالم. وتعكس هذه المشاركة فرصة هامة لتعزيز التعاون مع الشركات الدولية وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع الدفاع والأمن. التفاصيل مع مراسلنا محمد وموسي. في معرض يورو ساتوري، أكبر معرض للأسلحة الجوية والبرية في العالم، الشركات الإماراتية لم تكتفي بعرض منتجاتها الدفاعية، بل نافست بقوة وانتزعت الصفقات الكبيرة من بين أيدي كبريات الشركات العالمية. المشاركة الإماراتية هذا العام عرضت أسلحة دفاعية متطورة وطائرات من دون طيار صنعت بالكامل في الإمارات. تحت مظلة جناح الإمارات عندنا تقريبا 15 شركة إماراتية تعرض أهم المنتجات في قطاع الدفاع، وهذه المنتجات طبعا صنعت في الإمارات ووصلت إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال. الحمد لله في كثير من المنتجات عندنا تنافس نظيراتها من الشركات الأخرى، وأيضا في تعاون سواء كان تعاون في التطوير أو التسويق أو اختراق أسواق جديدة. تقنية جديدة جرى تطويرها في الإمارات تسمح لهواتف محمولة بالتحول إلى أجهزة لاقطة عبر الأقمار الصناعية، هي خطوة مبتكرة عرضت على المهنيين في يورو ساتوري، وتهدف إلى تحسين الاتصالات وتوفير تغطية شاملة حتى في المناطق النائية والمعزولة. تقنية تعكس مكانة الإمارات الدولة الرائدة في مجال الابتكار التكنولوجي. إن شاء الله راح يكون الطرح في الربع الأخير من هذه السنة جهاز السكايفون، أول جهاز أندرويد ذكي 5G، مضاف إليه تقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية. يشتغل على راح يشتغل على المنظومة الحالية والشبكة الحالية من أقمار الثرية، وكذلك راح يعمل على القمر الصناعي الجديد ثريا 4. هذا التقدم لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة لاستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، والنتائج كانت واضحة. المنتجات الإماراتية تجذب اهتمام المهنيين من مختلف أنحاء العالم، وكثيرون جاءوا يستفسرون عن النسخة المقبلة من معرض ومؤتمر أيدكس الدفاعي الذي يقام في الإمارات. المعارض العسكرية لها دور كبير في تطوير الصناعات هاي من خلال اللقاءات التي تتم مع كبار المصنعين والشراكات التي تبرم، ونحن بدورنا نوفر منصة قوية جدا في معرضي أيدكس ونابدكس لجميع الشركات الوطنية للتواصل مع هذه الشركات وعقد الصفقات والإبرام الشراكات لنقل التكنولوجيا للإمارات، مما يجعل الإمارات يعني منافس قوي في هذه الصناعة الآن وانتشارها على مستوى العالم. تتطلع الشركات الإماراتية لتوسيع صادراتها في مجال الأسلحة الدفاعية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من استقلالية الدولة في مجال الدفاع. وبالنظر لأدائها القوي في يورو ساتوري، تسير الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المسطرة. محمد وموسي، أخبار الإمارات، باريس.